التقت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقالت موغيريني إن الاتحاد سيواصل دوره في مساعي تحقيق السلام في الشرق الأوسط على الرغم من قرار إسرائيل تعليق الاتصالات مع مؤسسات تابعة له. جاء ذلك ردا على سؤال بشأن القرار الذي اتخذته إسرائيل يوم أمس يقضي بتعليق الاتصالات مع الاتحاد بسبب قراره وضع علامة المنشأ على الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.